أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم يوسف بنوال، خبير في التأمينات، وذلك على ضوء إطلاق نادي الرجاء البيضاوي مشروع خدمة التأمين. أهلا وسهلا سي بنوال، مرحبا بك. مرحبا سي أريري، مرحبا بموقع أنفاس، ونتمنى أن هذه الحلقة تكون إن شاء الله مفيدة للجميع في مناقشة هذا الموضوع الذي أثار كثيرا من النقاش وكثيرا من الجدال، وحنا جينا باش نبداو رأي ديالنا كمعنيين بالقطاع ويعني كالناس المهنيين في قطاع ديال التأمينات. بداية الأستاذ يوسف، هل مشروع رجاء تأمين له سند قانوني؟ وأنا أقول لك دابا فيما يتعلق هذا المشروع رجاء تأمين، كنلقاب انه فريق الرجاء البيضاوي يسير مكتب اللي فيه اكيد الناس اللي عندهم الكفاءه على مستوى التسيير، وكذلك يكونوا الناس مسؤولين يعني من الناحيه القانونيه. يعني كنعتقد بانه ما يمكنش الفريق الرجاء بحجمه وبادارته ان يقوم بعمل غير قانوني من الناحيه القانونيه. انا في القراءه ديالي اعتقد انه الشكل اللي تم فيه يعني ترويج لهذا المشروع يقدر يتاخذ جوج الاشكال. اما غادي يكون في شكل مكتب للوساطه للتامينات وتكون المقر ديالو بالوازيس داخل يعني المقر المركزي للفريق في داخل النادي، كدار واحد المكتب، او يقدر يكون فقط واحد المكتب من اجل اعطاء المعلومات او اعطاء بعض التوضيحات من خلال هذا المشروع وفق اتفاقيه بين فريق الرجاء و شي شركه ديال الوساطه او مباشره مع شركه التامين. ولكن المعلومات اللي جاتني انايا، لانه كانوا شي ناس مشاو لتماك باش ياخذوا بعض المعلومات، تبين ان كاين هناك مكتب من اجل انتاج بوليسه التامين، يعني انه من اجل الاكتتاب. يعني من الناحيه القانونيه ما كاينش واحد العائق قانوني، غير كنطرحوا السؤال واش هذاك المكتب عنده معدونيه، والشكل التواجد ديال هذاك المكتب يحين بان هذا مكتب للوساطه للتامينات، واش هيئه مراقبه التامينات والاحتياط الاجتماعي باعتبارها هيئه مقرره تسهر على سلامه يعني جميع المتدخلين في القطاع على علم بوجود هذا المكتب ديال الوساطه. ربما مجموعه من الاسئله التي تطرح هنايا. من الناحيه القانونيه تنقول بانه الرجاء يعني بتاريخه، خصوصا على مستوى التسيير مع الفريق الجديد مع السيد الرئيس البدراوي اعتباري رجل اعمال وكيعرف كيف يسير المقاوله، ما يمكنش انهم يرتكبوا واحد الخطا قانوني وتنظيمي خلافا لما قيل في بعض الصحف، بعض الصحف عن غير علم بان كاين واحد مشكل قانوني. انا ما نقدرش يكون، ولكن كاين بعض الاخطاء التي ارتكبت او بعض الملاحظات اللي انا كنعتبرها انها تجاوزت يعني الشيء اللي كيليق بفريق بالتاريخ ديالو كفريق الرجاء البيضاوي. نعم. وسي يوسف كفاعل في ميدان التامين، شنو الراي ديالكم في هذا المشروع هذا؟ انا تنقول انه انا 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 المشروع يعني غير تخبرت به، ما عنديش انايا يعني المحتوى ديالو، ولكن القراءه ديالي اللي تنقول ان هذا المشروع يعني جاء يعني في شيء من ما نقولش من العبث، ولكن في شيء من شي حوايج اللي غير مهنيين. علاش؟ لانه الرجاء من حقه انه يبحث على موارد، خصوصا في الظرفيه التي يعيشها الفريق حاليا، خصو موارد ماليه. المرور عبر بوابه التامين ما كانش خصو يكون بهذا الشكل. انا عندي غير جوج الملاحظات. الملاحظة الأولى هو أنه واش أن الرجاء عنده صفة المكتتب للغير، سكنابي لا سوسكريبسيون بور كونت، واش هو عنده الصفة التعاقدية لكي يكتتب لفائدة الغير؟ اللي إذا هنا هي جمعية، الرجاء هي من الناحية القانونية هي جمعية خاضعة لواحد القانون، في حين أن العلاقة التعاقدية يعني خاضعة لقانون الالتزامات والعقود. ما كاينش واحد يعني ممكن الجمعية أنها تعاقد من الناحية التجارية، ولكن واش هي عندها صفة المكتتب؟ هذا سؤال يطرح.
علاش؟ لانه واش هي مثلا عندك كذلك صفه الشريك المساهم في تلك الشركه ديال الوساطه؟ هذا يطرح ثاني اشكال وجود جمعيه حيث القرار يتخذ من قبل الجموع العامه في شركه تجاريه، هذا في النقاش. كاين واحد المساله اخرى اللي هي تقنيه، وربما ان الحرفيين غادي يفهموها، هو انه ملي كنديروا اتفاقيه من اجل الاكتتاب للغير، هذا الغير شكون هو؟ هو الرجاوي، لان من اللي سمعت انا تيقولوا رجاوي ورجاويه. الرجاوي والرجاويه اين هي الصفه القانونيه؟ انا تنقول يجب ان يكون منخرطا، عنده بطاقه الانخراط وادى واجب الانخراط باش يكون عنده الصفه القانونيه لكي يستفيد من هذا العرض، يعني رجاوي، لان نقدر نقول انا رجاوي ولكن اعطيني ما يثبت بانك انت يا رجاوي، بمعنى اخر ان الصفه القانونيه يجب ان تثبت من خلال واحد العقد، من خلال وثائق باش يمكن له ان يدخل هذيك الاتفاقيه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو المثال الثاني، وانهم اللي كان حنا كمهنيين في داخل القطاع ملي كنديروا اتفاقيه جماعيه، القانون هذا قانون 1799 مدونة التأمينات كتقول التعريف ديال المجموعة يجب أن يكون هناك رابط آخر غير التأمين، بمعنى آخر أنا ملي كندير اتفاقية ماشي غير لأنه هذوك الناس اللي في هذوك المجموعة اللي غتستافد من الاتفاقية خاص يكون عندهم شي علاقة أخرى من غير التأمين، غادي تقول لي لا عندهم علاقة بأنهم رجاويين، أعطيني ما يثبت بأنك أنت رجاوي عبر واجب الانخراط، هذاك في خلاف لمقتضيات واحد الفصل اللي مخصص لمفهوم التعريف ديال المجموعة الجروب، يعني ملي تنقولوا جروب النص واضح في هذه النقطة. النقطة الثانية هو أنه الناحية التقنية الحساباتية، حنا ملي كنحدوا قيمة أقساط التأمين بناء على معطيات إحصائية، يعني سكون ابل لاكتواريا، هذيك الصفه ديال الرجاوي واش هي تؤثر على نسبه الخطر؟ لا تؤثر، لان رجاوي ولا ودادي ولا طنجاوي ولا اتحاد ولا شي حاجه ما عندوش تاثير من ناحيه التقنيه على خطوره الخطر، وبالتالي تستلزم اننا ندير واحد الاتفاقيه جماعيه، لان الاتفاقيه الجماعيه كنديروا بالنسبه للمهنيين، كنلقاو الاطباء كيديروا اتفاقيه لان عندهم واحد الرابط من غير التأمين اللي هو الصفة ديال الطبيب. إذا هذه ربما كاين مجموعة من الاختلالات، نقدر نقولوا بأنه كاين اختلالات اللي ما تنبوش لها، ولكن أنا تنقول إطار القانوني راه كاين، ولكن عملية التنزيل أو الإجراء اللي القراءة ديالي المتواضعة فيها واحد الخلل. نعم، وبالنسبة للهيئة الوصية على القطاع أكابس، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، هل لديها رأي في هذا المشروع؟ أكيد خصو يكون عندها رأي وخصو يكون عندها ضوء، لأن القرار يأتي من عند هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي لأكابس، هي اللي كتعطي الاعتماد. إذا مشينا في الطرح الأول أن هناك مكتب وساطة، هذاك المكتب وساطة أخذ اعتمادا أو مأدونية لاغريمون من عند الهيئة، وبالتالي الهيئة على علم بعنوان هذاك المكتب، إذا عارف هذاك العنوان بأنه راه كاين وسط التيران ديال الرجاء، إذا هي في الفلسفة ديالها واش يعني أن ناحية يعني من ناحية التنزيل أو من ناحية عملية التوزيع ديال التأمين، واش ممكن نديروا مكتب داخل أندية رياضية؟ لأن هي على علم أن ملي قبل ما كتاخذ المأدونية كنعطيو العنوان في هذاك المكتب. إذا ما كانش مكتب ديال التأمين، كان فقط هو يعني كان فقط غير اتفاقية، كان لزاما على الهيئة أن ربما أن الهيئة ما كتدخلش في هذه الاتفاقيات، غير هي كاين واحد المديرية من أجل حماية المستهلكين أو المؤمنين لهم داخل الهيئة اللي كان عليها أن تطلب هذه المعلومات، لأن ما ننساوش الرجاء البيضاوي يعني فريق كبير وعنده واحد المساحة كبيرة، واحد الانتشار واسع، كان لزاما على المديرية ديال حماية المؤمنين لهم أنهم يدخلوا على الخط غير من أجل طلب استفسار أشنو وقع. هذا على حسب علمي ما دارش، على حسب العلم ديالي أنا. نعم سي يوسف، باعتبارك مهني في القطاع ديال التأمين وفي نفس الوقت حسب علمي أنك رجاوي، أكيد سي يوسف، شنو هما الرسائل التي تريد توجيهها لصاحب فكرة مشروع رجاء التأمين؟ أنا ملي شفت لو سبوت بوبليسيتير ديال رجاء أسيرونس استفزني على مستويين، المستوى الأول أنني مهني في قطاع التأمين، والمستوى الثاني أنني رجاوي، يعني من اللي حلينا عايزينه وحنايا كنعرفوا غير الرجاء وكنحضروا غير
الرجاء. أنا تنقول هو أنه الرجاء من حقه أنه يكون عنده موارد إضافية. الإبداع ضرورة أن يكون خصوصا في الظروف الحالية التي نعيشها على مستوى اللي كيعيش على يعني الفريق، لأن 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 المال الموارد المالية من الركائز في دعم. وكلمة آخر وأنه حتى أن السيد الرئيس البدراوي الخطاب الذي تبناه داخل الفريق هو خطاب يتبنى يعني يرتكز أساسا على الأعمال وعلى المال وعلى التمويل. هذا شيء حسن، ربما أنه ينطبق عليه ما قيل أن المجتهد إن أخطأ إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. هو أنه الرئيس راه عنده الأجر، ولكن أنا في القراءة ديالي أن كان مجموعة من الأخطاء، ربما أنه يعني ضخ أموال إلى ميزانية الفريق عبر بوابة التأمينات ممكن، ولكن ماشي بهذا الشكل. كاين طرق أخرى اللي يمكن على أساسها أن فريق الرجاء البيضاوي يستفيد من المداخيل من خلال هذا القطاع، ولكن بشكل آخر، وربما سوف يحين الوقت اللي كاين نتكلم على هذا الموضوع بشكل أوسع وبشكل أدق وبشكل تفصيلي، لأن كاين الإمكانية. نعم الأخ يوسف، مرحبا بك في مواعيد لاحقة ومحطة مقبلة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونضرب لكم موعدا جديد.